بجامعة محمد الأول بوجدة نظم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لقاء تواصليا توخى التعريف بخدمات ومرافق المركز وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بالبحث العلمي على صعيد الجامعة. هذا اللقاء يندرج ضمن قافلة تشارك فيها مختلف مصالح ووحدات المركز وتجوب المؤسسة الجامعية بالمملكة. كما تعلمون هو في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وفي هذه الديناميكية الجديدة دياله أولا هناك انطلاقا تاع مجموعة من المشاريع العلمية، وهذه السنة تميزت خصوصا بإعطاء أهمية كبرى للبحث العلمي الاجتماعي والمجتمعي، وأيضا كما تعلمون بأن الجامعات المغربية الآن تعرف قفزة نوعية في مجال البحث العلمي. وخلال هذه المحطة التواصلية يتم تنظيم ندوات وورشات عمل يؤطرها مسؤول المركز وتكوينات موضوعاتية مرتبطة بأنشطة هذه المؤسسة، فضلا عن إقامة أروقة بالجامعة بغية التفاعل مع أسئلة الباحثين بشأن مهام المركز ومجالات اشتغاله.